أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول في وقتنا الحاضر بالنسبة للذين يعبرون الرؤى، ما حكم الاتصال بهم وأخذ هذه التعابير منهم، وما حكم تعبير وتفسير الأحلام؟ هذا باب اتسع واتخذ الآن متاجرة ومزايدات، ما كل من هؤلاء يحسن تعبير الرؤيا، وما كل الرؤى تعبر وتفسر، لها ضوابط، لابد من التزام الضوابط، والإنسان إذا رأى ما يكره يتركه ولا يتحدث به ولا يفسره ويستعيذ بالله منه ولا يضر بإذن الله، وإذا رأى ما يحب فإنه يطلب من يفسره من أصدقائه وأقاربه الذين عندهم خبرة بتعبير الرؤى. نعم.